نروح مع حضراتكم من شرم الشيخ لسوهاج، واللي اشتهرت بصناعة النسيج اليدوي من يعني آلاف السنين في مدينة أخميم، واللي بتشتهر بصناعة النسيج الحديث. وتميز نسجو سوهاج بإنتاج الحرير الطبيعي والمنسوجات زي الكوفرتات والشيلان والإشربات ومفارش السراير. أخميم التي تقع شرق محافظة سوهاج هي أقدم مدينة لصناعة النسيج اليدوي والحرير في العالم، وكان يطلق عليها مانشستر ما قبل التاريخ، وهي مدينة العشرة آلاف نول. بدأت الصناعة بها منذ عصر الفراعنة، وعلى مر العصور كان بكل منزل من منازلها نولا لصناعة النسيج العادي أو لصناعة الحرير، الذي ميز أخميم عالميا وكان مقصدا لملوك وأمراء عديدين من دول العالم. فعلى مر العصور لا يكاد منزلا بأخميم يخلو من نول، ولا يوجد صوت بتلك المنازل كان يعلو عن صوت الأنوال. قارة النسيج بحر القوصر تجمل 150 وحدة نسيج يدوي شغالين. طبعا كانت بتواجهنا مشاكل كتيرة في التسويق والخامات والمنتجات بتاعتنا. طبعا احنا النهاردة بنصدر لدول كتيرة في شركات تصدير ومكاتب تصدير، بنصنع الكوفرتات ومفرش السفرة والكتان والحرير الطبيعي. ما كانش في حد حضرتك في القرية دي طبعا يعرف يعني تسويق او يعني معارض ويعني تعاقدات برا. فطبعا المشكلة دي حلها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل من المحافظة والبنك الدولي بتدريبات طبعا في ديوان العام المحافظة باستمرار. دكاترة بتيجي من القاهرة بتدينا شهادة تسويق وبتعلمنا عن التسويق ويعني نصور المنتجات بتاعتنا ويعني نتعامل مع العملاء بطريقة كويسة ونعرض الحاجات بتاعتنا بطريقة كويسة. هو كان الأول تمام، المشروعات دي كانت مدفونة تمام، البركة في سيادة الرئيس تمام. احنا خدنا قبل عن كده دورة عن الصباغة، نصبغ ازاي ونعمل ازاي تمام، والحمد لله نجحنا فيها. صناعة النسيج اليدوي بأخميم واحدة من الصناعات التراثية التي اهتمت الدولة المصرية بها، والتي ينادي بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة لإحياء تلك الحرف وإقامة معارض كبرى لها. تلك المعارض ساهمت بشكل كبير في إعادة الحياة لتلك الحرف التراثية ذات الطابع الخاص والتي تعبر عن الهوية المصرية. القرية دي نشأت وقالوا ان احنا عايزين احسن نساج ان هو ينهض بيها ويعلم الصناعية افكار جديدة، فجابونا من اخميم وحطوني هنا هو، فدربت ونهضنا بالمهنة ومن فترة بسيطة فإن شاء الله بمشيئة الله نشأنا بأفكار جديدة. الأفكار ده هي طبعا لما استهمت بين الدولة، وكان عند السيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي فعطانا روح وقال إن السيد الرئيس عايزكم تنهضوا بالمهنة دي، وأيها مساعدات وأيها تسويق وأيها مشاكل وأيها حاجة تقابلكم السيد المحافظ هيحلها لكم. والأمر دي يجي من رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، فمشكور نهض بينه وشغالين أفكار جديدة، حتى شغالين بأفكار في معبد أبادوس للأجانب، شغال رسومات وألواح جميلة جدا. جيت هنا حضرتك ما كنتش أتعلم ولا بشتغل أساسا، وتعلمت هنا على الكليم وعلى الشغل النول اليدوي. فقامت الدولة كانت مطارحة الدولة حضرتك على تعليم، وقايمة بمبادرة ان هو يعلم الشباب ويوقف مع الشباب، فدخلت فيها وتعلمت شغل النسيج وتعلمت شغل النول. فبرضو من المبادرة برضو دخلت مراتي، دخلت من المدام مراتي معاي وأولادي، فدلوقتي احنا الحمد لله بنشتغل انا ومراتي وأولادي في النسيج اليدوي، وبنشتغل على كفرتات وعلى كلمات وعلى كل شيء يختص بالنسيج اليدوي. الحكومة من جانبها لم تترك تلك المهنة في مواجهة العقبات، بل أنها سعت جاهدة للحفاظ عليها من خلال إنشاء قرية لصناعة النسيج بحي الكوثر التي لا تبعد كثيرا عن مدينة أخميم، وضمت العديد من النوالين من أجل الحفاظ
على المهنة من الانقراض. هو ده دور الدولة بالفعل اللي مفروض تعمله لما يبقى فيه صناعة وطنية أو صناعة تراثية زي الحرير الأخميمي اللي ليه شهرة عالمية كبيرة جدا في كل أنحاء العالم. ربما احنا في مصر نعرف الحرير الأخميمي اللي جاي من سوهاج، لكن هو كمان بره مشهور. الدولة لقيت ان هم ناقصهم شوية تسويق، ناقصهم شوية معاملات تجارية، ناقصهم شوية حاجات. شفنا طبعا النماذج كمان بتاعتهم في معرض تراثنا اللي من خلاله قدر الصانع البسيط اللي قاعد في ورشة بسيطة جدا بيصنع الحرير ان هو يوصل للعالمية عن طريق بعض التسهيلات الحكومية البسيطة. مسألة كمان انه ننقل المهنة للأجيال اللي جاية عن طريق شيوخ المهنة علشان ما يحصلش اندثار لمثل هذه المهن اللي هدف قومي بالنسبة لنا، ده تراث وهوية مصرية لابد من الحفاظ عليها. مسألة غاية في الأهمية.